فلا ربنا ثبت أقدامنا واجعلنا نصول نجول حتى نتغلب على أعدائك الذين أفسدوا البلاد والعباد، وأنت أعلم بحالهم يا حنان يا محب للعباد الصادقين في طاعتهم لك والمفلحين في اتباعهم رسولك الكريم عليه صلاتك وتسليماتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، من الغلة اللولانية في اتباعكم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام النبي العربي الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم، كونوا يحبكم الله. ريتوش التجارة رابحة كي هي التجارة دي، حب ربي باتباعك رسول ربي عليه الصلاة والسلام النتيجة تكون سريعة ومباركة، أي يحبك الله. فأنت كما قلت حبيب الرحمن سبحانه وتعالى الذي يرحم الراحمين ويبغض الظالمين، والسلام علينا أهل التقى والسداد والهدى، والحمد لله رب العالمين في كل زمان وكل مكان. آمين آمين آمين.